الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا وأغثنا وأنقذنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وروى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة. حقا أنت كما قلت يا رسول الله، حقا أنت
من أقسم الله بحياتك في القرآن أنت يا رسول الله من توسل بك آدم إلى الله أنت يا رسول الله من يكنى آدم بأبي محمد في الجنة تشريفا لك يا رسول الله أنت يا محمد أفضل مولود عرفه هذا العالم أنت يا محمد أفضل قائد وأعظم إمام عرفه التاريخ نعم اجتمعنا لنحتفي ونحتفل لنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة إرساله نبيه إلينا نعم نشكرك ربنا على أن أكرمتنا ببعثة محمد نشكرك يا رب بأن جعلتنا من أمة محمد الاحتفال بذكرى مولد محمد صلى الله عليه وسلم اشتمل واحتوى على أنواع من الخيرات ففيه يقرأ القرآن والله قال في القرآن فاقرأوا ما وفيه في الاحتفال بمولد رسول الله يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفيه في الاحتفال بمولد سيد العالمين محمد موعظة دينية حث وحض على فعل الخير وفي ذكرى المولد توزيع شيء من الحلوى أو الطعام الحلال والله قال ويطعمون الطعام على حبه وفي المولد اجتماع على أنواع من الخيرات والله قال في القرآن وافعلوا الخير لعلكم تفلحون هذا المولد وهذا الذي يحصل في الاحتفال بالمولد وقد ألف العلماء من بداية القرن السابع الهجري وإلى جواز واستحسان عمل المولد فممن ألف أو استحسن أو أفتى بجواز ذلك الحافظ أبو الخطاب ابن دحية كما ذكر ذلك صاحب كتاب وفيات وكذلك من جملة من ألف في ذلك أو أفتى أو استحسن أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني وكذلك شيخ الحفاظ العراقي والحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر
والإمام العلامة المحدث القدوة الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله رحمة واسعة. فمن بداية القرن السابع الهجري وإلى اليوم الأمة تجتمع وتحتفل بمولد رسول الله. ففي الهند والباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا والمغرب واليمن والجزائر وتونس ومصر وبر الشام والجزيرة العربية والإمارات السبع، كل هذا كل هؤلاء يحتفلون بمولد محمد، والوهابية تكفر الأمة. الوهابية هي الفرقة الشاذة المنحرفة التي ينطبق عليها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ إلى النار. وهذه فتوى شيخ الوهابية يقول: إن الاحتفال بمولد رسول الله بدعة محرمة، ويقول إن هذا العمل لا يجوز، ويشبه المسلمين المحتفلين بالمولد بالوثنيين والمشركين. الوهابية لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يدعون إلى تحريم المولد. لماذا؟ كي لا تتذكر الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم، كي لا يتوسلوا، كي لا يتبركوا، كي لا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المولد فقط، بل قال مفتيهم أبو بكر الجزائري: إن الذبيحة التي تذبح في المولد أحرم عند الله من الخنزير. لا يستحون من الله ولا يستحون من رسول الله ولا يخجلون من الناس. ليس هذا فقط، هذا كتابهم المسمى مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد عبد المنعم إبراهيم الجزء الرابع. اسمعوا ماذا تريد الوهابية، إلى أي شيء تدعو الوهابية؟ إلى إحراق قبر محمد، إلى إحراق قبر رسول الله. يريدون إحراق حجرة النبي محمد. اسمعوا ماذا يقولون. الحجرة، تعرفون معنى الحجرة؟